مسرح قصر ثقافة الأنفوشي شهد إقبال جماهيري كبير جدا في الإسكندرية في أولى ليالي العرض الغنائي الاستعراضي العالم عالمين، وكان في أجواء احتفالية وغنائية واستعراضية متميزة. فكرة العرض بتدور حوالين أسرة بتقرر إنها تروح المصيف وبتختار العالمين الجديدة بعد ما عرفت التغير الكبير اللي حصل في المدينة، واللي تحولت من مجرد رملة مليانة بالألغام لوجهة سياحية عالمية ومدينة متكاملة فيها خدمات مختلفة في الساحل الشمالي الغربي. وفي اللحظة دي بيتغير انطباع الأسرة عن المدينة وبتقرر إنها تكمل هناك وتستمتع كمان بقضاء الأجازة الصيفية في المدينة وفي المهرجان الكبير اللي معمول في العالمين الجديدة. هنتعرف أكتر على المسرحية وفكرتها والعرض مع الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضراتكم، وسعيد جدا طبعا بالهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركتها في مهرجان العالم عام العالمين. هي الأستاذ الدكتور الفنان أحمد فؤاد هنو كلف الهيئة العامة لقصور الثقافة بتلبية كل الاحتياجات الفنية والثقافية اللي مهرجان العالمين محتاجة، واحنا بنشارك يوميا في مهرجان العالمين سواء بفرقة او بفرقتين كل يوم. ده حقيقي، احنا بنشوف على مدار الاسابيع من اول المهرجان كان في مشاركات متميزة لفرق الفنون الشعبية وللعروض المسرحية المختلفة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ولوزارة الثقافة. لكن لو هنتكلم عن العرض المسرحي اللي اتكلم عن العالمين الجديدة بالتحديد، يعني فكرة العرض دي جات ازاي وكان ايه الهدف الاساسي منها؟ والله هي البداية في الحقيقة، يعني اسمح لي يعني اشكر الأستاذة قصواء الخلالي في الحقيقة في اجتماع معاها، يعني قالت لي احنا حابين ان احنا نعمل عرض عن مهرجان العالم عالمين، انا عارفة ان انتوا يعني هتقعدوا هتطلعوا لنا عرض كويس. كلفني الدكتور احمد فؤاد هنو بان احنا نعمل مجموعة عمل متميزة من اسكندرية. في الحقيقة تم التواصل مع إدارة المسرح والإدارة المركزية للشؤون الفنية، وبدأنا نشكل فريق عمل لكتابة النص يكون في الروح اللي هي الميوزيكال والروح الخفيفة والدراما، وفي الوقت نفسه عرض موسيقي من أول لحظة لآخر لحظة كتبهن. يعني أنا بعتبره في الحقيقة هو سيد درويش الجديد في اسكندرية، الفنان محمد مصطفى كتب الكلمات ولحن هذا الأوبريت من أول كلمة لآخر كلمة، وعمل الألحان الفنان محمد ميزو، ده من أهم الفنانين الاستعراضيين في اسكندرية، وأخرجه الفنان محمد الطايع. وأيضا اتعملت لنا فيديوهات عن العالمين بالكامل. هي الفكرة إن في أسرة مصرية زي ما حضرتك بتقولي سمع غلط إن العالمين ده مصيف ما يقدروش عليه، وإن العالمين ده بيبدأ من كوميديا كده إن إزازة المية فيه بألف جنيه. طبعا فكرة المغامرة دي بتعمل حالة من الكوميديا، يعني وإن هي الأفكار المغلوطة والإشاعات، فهو بيعالج الحكاية دي تمام، ويقرروا إن هم يشوفوا ويسألوا ويدوروا وبياخدوا المغامرة وبيكتشفوا إن مصيف زي كل المصايف المصرية الإنسان المتوسط يلاقي نفسه فيه، لكل الفئات ممكن تلاقي نفسها. طب ايه اللي تم التركيز عليه من مميزات العالمين الجديدة؟ الصورة نقلينها ازاي عشان حتى اللي شافوا العرض يروحوا كمان العالمين الجديدة ويستمتعوا بكل الأنشطة اللي هناك؟ تمام، هو ما هو موجود في العالمين حاليا من ان هي تحولت من مجرد حقل ألغام الى مدينة بهذا الجمال اللي كل الناس بيتكلم عنه، فيها كل اللي انت عايزه من الخدمات الاجتماعية والصحية و الاقتصادية إلى آخره. أنت لو فيها كمان المباني الجميلة، فيها البحر الكويس، فيها الخدمات اللي هي بتقدم على الشاطئ زي الخدمات الأمنية، فيها الخدمات اللي هي الاقتصادية والخدمات اللي هي اللوجستية اللي هي ممكن تلاقيها، ما بين كل مجموعة حواريات بالميوزيكال بيبقى في أغنية تعبر عن حالة من الحالات. أيضا بيكشف هذا العرض الدور المهرجان الكبير اللي بتقيمه الشركة المتحدة
وشراكتها مع مجموعة من الوزارة الثقافة وأيضا قطاعات ووزارات أخرى. يعني وزارة الثقافة مشارك فيها صندوق التنمية الثقافية، مشارك فيها قطاع الإنتاج الثقافي، مشارك فيها الهيئة العامة لأصول الثقافة، مشارك فيها السيرك القومي، أيضا التحركات للضيوف اللي بيجوا بشكل كبير، الكلام اللي هو جميل اللي بيبقى موجود على الممشى أيضا بنذكره موجود في العرض. يعني هم نص كل ساعة التفاصيل في العرض. نعم. طيب هو نص ساعة ميوزيكال الناس هتستمتع بيها إن شاء الله استمتاع جيد، وبكرة إن شاء الله يتم عرضها في المسرح الروماني بإذن الله. يعني هل العرض ده هيكون ليوم واحد بس ولا هيتكرر عرض الاستعراض على أكثر من يوم؟ إحنا موجود في الأنفوشي وهنتحرك به أيضا لإسكندرية لطنطا، وهنروح به الشرقية، وهنروح به مطروح، وإحنا تحت يعني الاستعداد كل وقت لو انطلب مرة واثنين وثلاثة واربعة وهنقدر نروح به، لأن العرض هو أصلا موجود في اسكندرية تبع أصل ثقافة الأنفوشي، فلو انطلب أكثر من مرة برضك هم جاهزين يروح. يعني هي طبعا فرقة أوبرا عربي هي واحدة من الفرق الموسيقية الميوزيكال اللي موجودة في الأنفوشي، وهي من فرق الهيئة العامة لأصول الثقافة، أيضا مع الفرقة الاستعراضية اللي هي اللي موجودة مع فريق التمثيل، يعني كوكتيل مع بعض. الفنان محمد طايع في الحقيقة قدر يوظف ده كله بشكل جيد عشان يطلع بعرض فيه رسالة في الوقت برضك في فن عالي قوي، يعني وفيه متعة وفيه مشاهدة وفيه فرجة، يعني بدعو الناس إنها تتفرج عليه إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شكرا ليك، وأكيد هيكون عرض متميز بينقل الصورة في مهرجان العالمين الجديدة.